Chapter 9 Linear Momentum and Collision. Linear Momentum, Linear معناها خطي, Momentum معناها زخم, فصار عنوان Chapter زخم الخطي and Collisions اللي هي تصادمات. بداية يجب أن نعرف ماذا نعني بكلمة زخم خطي. زخم خطي اللي هي Linear Momentum هي تعرف على أنها حاصل ضرب كتلة أي جسم في سرعته, وهي كمية فيزيائية تعني كمية الحركة. فإذا المومنتم رمزه هو حرف البي, فهو عبارة عن كتلته مضروبة في السرعة اللي بتحرك فيها. أوكي, وحدة قياس المومنتم هي وحدة قياس الكتلة في وحدة قياس السرعة, وحدة قياس الكتلة اللي هي كيلوغرام, وحدة قياس السرعة اللي هي متر لكل ثانية. فإذا صارت عندنا وحدة قياس المومنتم اللي هي كيلوغرام متر لكل ثانية. المومنتم كمية متجهة, فلذلك ممكن نعرفه على أنه على أساس الاتجاه بتحرك فيه. فإذا هو عبارة عن الكتلة في السرعة, فأما يكون الكتلة في السرعة على محور X, أو الكتلة في السرعة على محور Y, أو كتلته في السرعة على محور Z. أوكي, هكا مقدمة بسيطة عن المومنتم. في عندنا اللي هو قانون نيوتن الثاني, ممكن نكتبه بدلالة المومنتم. كيف؟ الآن احنا عندنا المومنتم اللي هي عبارة عن الكتلة في السرعة. لو اشتقيت المومنتم بالنسبة للزمن, يعني دي بي باي دي تي, راح يساوي عندي ام في مشتقة السرعة بالنسبة للزمن. مشتقة السرعة بالنسبة للزمن اللي هي عبارة عن التسارع, فبطلع معي اللي هو عبارة عن قانون نيوتن الثاني اللي هو سكند لو. اوكي, في كمان بامكاني اكتب الزخم الخطي بدلالة الكاينتيك انرجي اللي هي الطاقة الحركية اللي هي الكي. احنا بنعرف انه الطاقة الحركية الكاينتيك انرجي هي عبارة عن نص الكتلة في مربع السرعة. اذا ضربت في ام قسمت على ام, كيف بصير معي المعادلة؟ بصير معي المعادلة اللي هي عبارة عن ام تربيع في تربيع على 2 ام. واحنا بنعرف الكتلة في السرعة هي عبارة عن زخم, فبطلع معنا بي تربيع على 2 ام. هذا هو علاقة الكاينتيك انرجي في المومنتم. ها هي كمقدمات على هذا التشابتر. بس مشان التوضيح, في سؤال بيقول لنا two objects have equal kinetic energy, يعني في عندنا جسمين او two objects ليهم نفس مقدار الكاينتيك انرجي, يعني كاينتيك انرجي للجسم الاول راح تساوي عندنا كاينتيك انرجي للجسم الثاني. الان بقول لي السؤال قارن بين زخمهم. اذا الكاينتيك انرجي للجسم الاول يساوي الكاينتيك انرجي للجسم الثاني, فكم بدي اقارن بالزخم بيناتهم الاثنين؟ نيجي نطبق العلاقه اللي احنا استنتجناها قبل قليل اللي هي بي 1 سكوير اوفر 2 ام 1 ايكوال بي 2 سكوير اوفر 2 ام 2. بنلاحظ من هنا اذا اخذنا علاقه اللي هي بي 1 راح تساوي عندنا الجذر التربيعي ام 1 اوفر ام 2 مضروبه في بي 2. اوكي, الان بدي اقارن بين زخمهم. اذا كانت عندي ام 1 تساوي ام 2, يعني الاوبجكتس ليهم نفس الكتله, فنستنتج من هنا انه راح يكون زخمهم راح يكون متساوي. طيب إذا كانت الكتلة الأولى أكبر من الكتلة الثانية, إذا كانت الكتلة الأولى أكبر من الكتلة الثانية, فراح يكون عندي هذا الجذر أكبر من واحد, فلذلك راح يكون عندي بي 1 إيكوال مقدار معين بي 2, فلذلك هذا نستنتج إنه راح يكون عندنا بي 1 أكبر من بي 2. أما إذا كانت الأم 1 أقل من الأم 2, فشو نستنتج؟ إذا كانت الأم 1 أقل من الأم 2, فراح يطلع معي الجذر هذا أقل من واحد, فلذلك راح يكون عندي, ملاحظ انه البي 1 راح يكون اقل من البي 2. اللي مش فاهم هاي القيم بامكان ياخذ قيم معينه, مثلا ناخذ ام 1 ام 2 عباره عن 50 كيلوغرام, ام 1 اكبر من ام 2 افرض انه الام 1 عباره عن 20 كيلوغرام والام 2 عباره عن 4 او 5 كيلوغرام. واذا كانت الام 1 اقل من الام 2 افرض الام 1 عباره عن 1 كيلوغرام والام 2 عباره عن 4 كيلوغرام, فبتستنتج انه هاي العلاقات هي علاقات صحيحة. فاذا اذا تساوت الكتل وكان الكاينتيك انرجي نفسه, فاذا الزخم راح يكون متساوي. فهاي هي
العلاقة اللي بتهمنا، علاقة الكينيتيك انرجي مع المومنتم، والمومنتم هي عبارة عن كتلة الجسم في سرعته. أوكي، الآن بدنا ننتقل لموضوع مهم في هذا الشابتر اللي هو conservation of linear momentum. conservation اللي هو يعني حفظ، linear momentum الزخم الخطي. فصار في عندي علاقة حفظ الزخم الخطي. لما أشوف علاقة حفظ يعني إنه البداية والنهاية راح يكونوا متساويين. فلما أقول أنا عبارة عن conservation of linear momentum اللي يحفظ الزخم الخطي، بما أنه صار في عندي حفظ الزخم الخطي، فإذا الزخم الخطي الابتدائي راح يساوي عندي الزخم الخطي النهائي. ها بشكل بسيط. أوكي، الآن لو أسألكم ما هو شرط حفظ الزخم الخطي؟ حفظ الزخم الخطي من شرطه أنه يكون عندي تطبيق على قانون نيوتن الثاني، أنه مجموع القوة الاكسترنال راح يساوي عندنا صفر. وإحنا بنعرف أنه مجموع القوة الخارجية حسب قانون نيوتن الثاني اللي هي مشتقة الزخم بالنسبة للزمن راح يساوي عندنا صفر. فبنلاحظ من هنا أنه التغير في المومنتم راح يساوي صفر. التغير المومنتم اللي هي عبارة عن في بي فاينل ناقص البي انيشيال اللي منه راح يساوي صفر. إذا نستنتج هنا أنه الزخم في الموضع الابتدائي راح يساوي عندنا الزخم في الموضع النهائي. فإذا شرط حصول الزخم، حفظ الزخم، أنه يكون اللي هو مجموع القوة الخارجية يساوي صفر. الآن إذا كتبنا هاي العلاقة يعني الزخم محفوظ. إذا كتب إنه دلتا بي يساوي صفر يعني الزخم محفوظ. إذا كتب دلتا مشتقة الزخم بالنسبة للزمن يساوي صفر، فإذا هذا الزخم محفوظ. وإذا كتب لنا كمان إن المومنتم عبارة عن كونستانت، فهذا كمان يعني إنه الزخم محفوظ. طيب نيجي الآن نأخذ مثال على هذا الموضوع. المثال بيقول لي انه في عندي a 60 kg archer stands at rest، يعني في عندي رامي سهام كتلته 60 كيلوغرام يقف في حالة اتزان on a frictionless ice. يعني نفرض انه في عندي هاي frictionless ice، سطح عديم الاحتكاك اللي هو ثلج عديم الاحتكاك. في عندي شخص هنا له كتلة مقدارها 60 كيلوغرام، stands at rest يعني السرعة عنده صفر. بقول لنا كمان and fired a 0.5 kg arrow horizontally، فمعاه سهم، هذا السهم أطلقه بشكل أفقي، كتلة هذا السهم عبارة عن نص كيلوغرام، أطلقه بشكل أفقي. ومعطينا هون معلومة the maximum velocity of arrow reaches 50 meter per second، السرعة القصوى للسهم وصلت معانا 50 متر لكل ثانية. هذا هو السؤال. فالآن المطلوب الأول بيقول لنا what is the velocity of the archer after firing the arrow، بده سرعة رامي السهام بعد ما أطلق السهم. الآن رامي السهام أول إشي كان بالبداية سرعته صفر، بعد ما أطلق السهم هل له سرعة أم ما لهوش سرعة؟ خلينا نشوف. منطبق على قانون حفظ الزخم، البي انيشيال تساوي البي فاينل. البي انيشيال عبارة عن شو؟ احنا كم جسم عندنا الآن؟ الآن في عندنا جسمين، في عندنا جسم الارشر، في عندنا جسم السهم. فالارشر هذا كان له سرعة ابتدائية وكتلة، والسهم كان له سرعة ابتدائية وكتلة، السرعة الابتدائية له كان الصفر. فلذلك السرعة النهائية وصل لها 50، من هو اللي هو السهم؟ الارشر كم سرعة النهائية؟ بدنا نحسبها. فإذا خلينا نفرض إنه الرجل هذا الارشر عبارة عن 1 والسهم هذا هو عبارة عن 2، فبطلع معنا هنا إنه B1 initial زائد B2 initial راح يساوي عندنا B1 final زائد B2 final. بالنسبة لل P1 إحنا قلنا هذا عبارة عن الارشر، هذا عبارة عن الراو، عبارة عن السهم. ال P1 final هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن كتلته M1 في السرعة ال V1 initial زائد ال M2 V2 initial equal M1 V1 final زائد M2 V2 final.
الآن الأمن كم هي بالنسبة للآرتر الرامي السهام؟ هي عبارة عن 60، السرعة الابتدائية له 0، زائد الأمتو اللي هي سرعة اللي هي كتلة السهم اللي هي عبارة عن 0.5 كي جي، سرعته كمان 0، فبنلاحظ إنه هذا الحد كليته صار عندنا 0. أوكي، الآن الأمن اللي هي كتلة الآرتر هي عبارة عن 60، ال V1 final اللي هي أنا بدي أحسبها، زائد الأمتو اللي هي كتلة السهم عبارة عن 0.5 في ال V2 final اللي هي السرعة القصوى اللي وصلها اللي هي 50 متر في الثانية. فبنلاحظ إنه 0 راح يساوي عندي 60 V1 final plus 25. فإذا من هاي المعادلة بقدر أستنتج إنه V1 final راح تساوي عندي ناقص 25 مقسومة على 60 اللي هي تقريبا ناقص 42% متر من الثانية. الآن بدي أوقف عند هاي النقطة ونعلق عليها شوي. السرعة النهائية للشخص طلعت معانا ناقص 42%، هي سرعة بسيطة جدا لا تقارن، قريبة من الصفر، لكن هي سرعة خفيفة جدا. لكن في عندي إشارة السالب هون. ماذا تعني إشارة السالب؟ تعني إشارة السالب هاي إنه اتجاه السرعة هاي بعكس اتجاه اللي انطلق فيه السهم، فيعني كأنه السهم انطلق بهذا الشكل، الرجل رجع للوراء، رجع للخلف بمقدار 42% بسرعة، بمقدارها 42% متر لكل ثانية، اللي هي عبارة عن ردة الفعل. هذا هو المطلوب الأول. المطلوب الثاني بيقول لنا إذا السهم أطلق، if the arrow were fired in direction that makes angle 60 degree with the horizontal, find the velocity of the recoil archer after firing the arrow. يعني كانوا بيقول لنا إذا كان في عندنا هذا السطح اللي هو، وفي عندنا هذا الارشر، لكن أطلق السهم بزاوية مقدارها 60 درجة مع الأفق بهذا الشكل، هاي الزاوية 60 درجة. فالمطلوب مننا إنه نحسب سرعة الارشر بعد ما أطلقنا هذا السهم. نفس الإشي نفس العملية، ما في عندي أي إشكالية، لكن هنا بإمكاني أحلل اللي هي السرعة اللي نتجت عندي سرعة الراو. احنا اتفقنا الراو هو رقم 2، فهاي راح تحلل عندي V2X وهاي راح تحلل عندي V2Y. فلذلك ال B initial راح يساوي B final، تطبيق على المعادلة B1 initial زائد B2 initial راح يساوي عندنا B1 final زائد B2 final. اتفقنا انه ال B1 initial B2 initial راح يساوي 0، فال P1 final هي عبارة عن الكتلة الأولى في السرعة الابتدائية النهائية، سرعة الجسم الأول اللي هو الأرتر النهائية، زائد الكتلة الجسم الثاني اللي هو الأراو في V2 final في سرعته النهائية. فصفر راح يساوي الكتلة الجسم الرجل هي عبارة عن 60 كيلوغرام في السرعة النهائية اللي هي أنا بدي إياها، زائد نص كيلوغرام اللي هي كتلة الأراو مضروبة في الـ V2 final. الآن V2 final في عندي مركبتين لها V2X و V2Y. راح أخذ الـ V2X لأنه السهم انطلق بشكل يصنع زاوية مع 60 درجة، ما انطلق الحركة راح تكون أفقية مش عامودية. فلذلك إذا بحللها الـ V2X اللي هي عبارة عن V2 مضروبة في كوساين 60. فإذا إذا استخدمت هذه المعادلات بقدر أوجد الـ V1 final هي عبارة عن ناقص 21% متر لكل ثانية. زي ما اتفقنا انه هذه الإشارة السالبة هي إشارة الحركة بالنسبة للآرشر اللي هو رامي السهام، راح يكون بعكس اتجاه حركة رمي السهم. اوكي، الآن راح ننتقل لسكشن جديد. هذا السكشن بعنوان impulse and momentum. impulse معناها كمية الدفع، momentum معناها الزخم. فإذا صار في عندي عنوان هذا السكشن اللي هو كمية الدفع والزخم. الامبلس اللي هي كمية الدفع بنرمزها بالرمز I، المومنتم احنا بنعرفه اللي هو رمزه B.
في عملية التصادمات يكون الزخم محفوظ، وكمية الدفع هي راح تكون مساوية لكمية ثابتة. الآن كلمة امبلس، هاي الكلمة مهمة جدا في عملية التصادمات. يعني عندما يتصادم جسمان خلال فترة زمنية دلتا تي اللي هو زمن التصادم، فإن القوة تعتمد على زمن التصادم. كيف؟ بحيث إنه عندما يكون زمن التصادم كبير جدا تكون القوة أو انتقال القوة قليل، أما عندما يكون زمن التصادم قليلا فإن يكون عندنا القوة، كم راح تكون القوة؟ راح تكون كبيرة جدا، يعني انتقال سريع للطاقة. فهاي هي كمية الدفع اللي هي الامبلس الاي. فكمية الامبلس الاي هي عبارة عن summation f دلتا تي. summation f اللي هي القوة، دلتا تي اللي هو الزمن. فإذا الامبلس هي عبارة عن دلتا اف مضروبة في تي الزمن. طيب، في عندنا كمان علاقة اللي هي اف دلتا تي، اللي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن دلتا بي، اللي هي عبارة عن بي فاينل ناقص البي انيشيال. فاذا بدي اعيد هون، ركز عليها، الامبلس اللي هو الاي هو عبارة عن اف دلتا تي، وهي عبارة عن تغير في المومنتم في الزخم، اللي هي عبارة عن الزخم النهائي ناقص الزخم الابتدائي. هذول العلاقات راح نستخدمهم في حل المسائل، ارجو التركيز عليهم. طيب الان في عندنا سؤال بيقول لنا ان a particular crash test، في crash test اللي هو تصادم، الفحص التصادمات، في عندنا a car of mass 1500 kilogram collide with a wall. يعني اذا كان في عندي هنا wall، حائط، جدار بهذا الشكل، هذا هو الوول، الجدار، وفي عندنا سيارة بهذا الشكل اصطدمت بهذا الجدار. اوكي، بقول لنا the initial and final velocity of the car are، معطينا الفي initial ومعطينا الفي الفاينل. هذا خلينا نرسم الرسمة ثانية مشان نبين لنا الانيشال والفاينل. السيارة كانت هنا، هذه السيارة كانت تمشي بهذه السرعة، هاي الـ V initial. بعد ما اصطدمت بالجدار رجعت بهذا الشكل، فإذا صارت عندي هذا V final. فإذا هذا هنا هو عبارة عن before collide، أو هنا after collide. فإذا هنا عبارة عن السيارة تمشي بسرعة مقدارها V initial، وهذه السيارة بعد ما انصدمت بالحائط رجعت بسرعة نهائية بهذا الشكل. معطينا هو انه الفي انيشال راح تساوي عندنا في ماينس 15 اي هات متر بير سكند، والفي فاينل معطيني اياها 2.6 اي هات متر بير سكند. هاي الفي انيشال والفي فاينل، ومعطينا اللي هي كتلة السيارة اللي هي عبارة عن 1500 كيلو غرام. if the collide last for 0.15 second، فمعطينا هو الزمن التصادم هو عبارة عن 15% من الثاني. فهذا هي السؤال، وهذه هي معطيات السؤال. مطلوب الأول بقول لنا find the impulse caused by the collision. المطلوب الأول اللي بده الامبلس. الآن الامبلس هو عبارة عن دلتا بي اللي هي بي فاينل ناقص بي انيشال. فأنا بدي أحسب البي فاينل وأحسب البي انيشال. البي فاينل اللي هي عبارة عن كتلة السيارة في سرعة السيارة النهائية، وبالنسبة للبي انيشال هي عبارة عن كتلة السيارة في سرعة السيارة الانيشال. ويساوي الكتلة اللي هي 1500، السرعة اللي هي عبارة عن 2.6 اي هات، بيطلع معي الجواب تقريبا 0.39 multiplied 10 to the power 4 اي هات. هذا بالنسبة للبي فاينل. الآن البي انيشال اللي هو الزخم الابتدائي، نفس الشيء، الكتلة عبارة عن 1500 مضروبة في ماينس 15 اي هات، بطلع معنا تقريبا ماينس 2.25 ملتبلاي 10 تو ذا باور 4، كمان نفس الشيء اي هات. الآن
الاي اللي هي امبلس هي عباره عن دلتا بي اللي هي بي فاينل ناقص البي انيشال. البي فاينل هي هذه هي موجوده والبي انيشال هذه هي موجوده، فبنقدر نطرحهم لبعض بيطلع معنا الجواب تقريبا 2.64 multiplied 10 to the power 4 اي هات، طبعا كيلو غرام متر بير سكند، هاي وحده الامبلس، لان وحده الامبلس هي نفس وحده المومنتم اللي هي عباره عن فرق بين المومنتم. الان السؤال الثاني، المطلوب الثاني بيقول لي find the average force exerted on the car. average force يعني بده القوة. انا بعرف من قبل قليل انه كان في عندي الامبلس راح يساوي عندنا summation f delta t، فانا بدي الافريج فورس اللي هي summation f هي عبارة عن الامبلس مقسومة على delta t. الامبلس اوجدناه قبل قليل اللي هو 2.64 multiplied 10 to the power 4 i hat، ودلتا تي معطيني اياها بالسؤال هي 0.15، فبطلع معنا الجواب تقريبا 0.76 multiplied 10 to the power 5 i hat، والوحدة طبعا نيوتن. هذا هو حل السؤال بهذا الشكل، ارجو ان الامور تكون واضحة. بهذا نكون انهينا احنا اول 2-3 sections من هذا الشابتر. في الفيديو القادم راح نكمل ان شاء الله تعالى.